يعرفكم عن حالي. بديلكم عن شعور وأنا من الغوطة الشرقية. بديلكم عن شعور الأولاد اللي هون جاعي. إذ ما حكينا عن الجوع، إذ ما حكينا عن الجوع، الجوع جربوع إن شاء الله. اسمي رؤى من أهل الغوطة الشرقية. نحن أهل الغوطة كل يوم منزق مي، ليك شلون منزق مي من البكرة، منزقها لتاني طابق. منسترجي نطلع على الخامس من القزائر. سمعت القزائر؟ وكل يوم هالتعب وبصير يجي عنا ظهرنا. بتعاني من المي عمو؟ أنا بعاني إنه زق مي كتير دق وآخذن على البيت بكتن بالخزان برد بهلك بعبايتهم. وعنا الأطفال الصغيرة تبكي من الجوع كثيرا كثيرا. يعني عم ساوي شي 50 وجبة، يعني شغلة توجع الظهر. لكن هلأ بنجي من هنا بنشرب مي فيها كل عد وبناكل خبز معفن. الله لا يوفقك يا بشار. شوفوا على هالأطفال شلون عم بتهلوا. ما بحسن حرام يا عليك يا بشار. الله لا يوفقك يا رب. في عالم ماتت من الجوع، في عالم نامت ما فائت، في عالم نامت بدون ما تاكل، في عالم نامت هي وجوعانه، في عالم نامت صايمه ما عاد فائت. وقت الكيماوي يعني كنا حنموت، الله نفذنا سبحانه وتعالى. كنا قاعدين فقنا تفرجنا على الاخبار لقينا كيماوي. دغري سكرنا الابواب لزقناهم حطينا كمامة. يلا جكارب بالشر ما بدنا الكيماوي. ولك شلون الحيطان مبخوشه، الغلاء مبخوشه. تعال شوف العواميد. ضربت الطياره هون صوب ابي فيها. شوفوا لك شلون، لك الله يوفقك يا لك شلون ليك شلون المبخوش الحيط مبخوش. ما القذائف اسمع الله يوفقك يا بشو. الله لا يوفقك. سامع الله لا يوفقك يا بشا. شوف البلور شلون حاري. شوف والله ما تشوف العالم كله متصاوبه. هلا شوف بس ما خلى حدا الا ما خلى حدا. كم واحد اللي يعني بالدنيا كلها اللي مو مصابين، كل العالم مصابه. ما تشوف والله يا والله شيء نعمه، والله شيء بيوجع الراس.